في هذه اللحظة المباركة ندعوكم للذهاب إلى سطح الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، قرب القبة الشريفة لرفع الراية بهذه المناسبة. طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. نادى البشير هذا علي، صار الأمير، صار الأمير، نعم الولي هذا علي، علي أميري ونعم الأمير، علي أميري ونعم الأمير. فهذا النداء بلحن الوفاء، بلحن الوفاء صار الأمير، علي أميري ونعم الأمير. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. استقبلوا راية أمير المؤمنين بالثانية بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالثة مبايعة لأمير المؤمنين بأعلى أعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا راية للمصطفى، للمصطفى وصيه، يا راية للمصطفى، للمصطفى ووصيه، يا راية فيها الوفاء، فيها الوفاء من كفه، يا راية للمصطفى، للمصطفى ووصيه، يا راية فيها الوفاء، فيها الوفاء من كفه. يوم الهدى قد جاء، هنوا أبا الزهراء، يوم الهدى قد جاء، هنوا أبا الزهراء ووصيه، ووصيه. يا راية قد زاحمت شمس السماء، خفاقة في وجه كل الأدعية، يا راية قد زاحمت شمس السماء، خفاقة في وجه كل الأدعية. في الصحن هذا موكب الأشواق جاء، للمصطفى يمضي بأنغام الولا، ووصيه، ووصيه. يا راية للمصطفى، للمصطفى ووصيه، يا راية فيها الوفاء، فيها الوفاء من كفه. يوم الهدى قد جاء، هنوا أبا الزهراء، يوم الهدى قد جاء، هنوا أبا الزهراء ووصيه، ووصيه. ثوب من الأفراح دنيا ارتدت في العيد، بخ يا أميري رددت، ثوب من الأفراح دنيا ارتدت في العيد، بخ يا أميري رددت، وحناجر العشاق حبا أنشدت،
والكل في نور الرسول قد اهتدت. ووصيه ووصيه ووصيه. عيد الله الأكبر هذا هو سر الأسرار، والراية رفعت بالبشرى في صحن الكرار. عيد الله الأكبر هذا هو سر الأسرار، والراية رفعت بالبشرى في صحن الكرار. راية حق راية مجد للدين المنصور، فهي سلام وهي أمان وعبير منثور. راية حق راية مجد للدين المنصور، فهي سلام وهي أمان وعبير منثور. وعبير منثور. ولايتي 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 لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني. وطينتي عجنت من قبل تكويني، وطينتي عجنت من قبل تكويني. بحب حيدر بحب حيدر كيف النار تكويني. اللهم صل على محمد وآل محمد. بايعت في الغدير علي علي أميري، بايعت في الغدير علي علي أميري، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه، اللهم عادي من عادى على محبة أمير المؤمنين. صلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بايعت في الغدير علي علي أميري، كل احنا ان شاء الله نرفع اصواتنا وايدينا ان شاء الله لأمير المؤمنين. بايعت في الغدير علي علي أميري، بايعت في الغدير علي علي أميري، من كنت مولاه هذا علي مولاه، من كنت مولاه هذا علي مولاه. اللهم والي من والاه، اللهم عاد من عادى. بايعت في الغدير علي علي أميري، بايعت في الغدير علي علي أميري، من كنت من كنت مولاه هذا علي مولاه، من كنت مولاه هذا علي مولاه. اللهم والي من والاه، اصرخ اصرخ، اللهم عاد من عادى. بايعت في الغدير علي علي أميري، بايعت في الغدير علي علي أميري، يوم برب العرس صدر بيانه، يا محمد دم مفروض الديانة. يوم بوحي الفرح لاح بسمانه، يا علي يا علي انت الولي الهج لسانه، يا علي انت الولي الهج لسانه. ذا وارث البشير علي علي اميري، ذا وارث البشير علي علي اميري، من كنت مولاه هذا علي مولاه، من كنت مولاه هذا علي مولاه. اللهم اللهم والي من والاه، صيح صيح، اللهم عاد من عادى. بايعت في الغدير علي علي أميري، بايعت في الغدير علي علي أميري،
الولا بكل فخر روحي القصيدة يا علو هالبيعة عن حبي وعقيدة حتى وحي الله فرح ردد نشيدة ربي والي للي والي للصمدة ربي والي للي والي للصمدة والصوت من ضميري علي علي أميري والصوت من ضميري علي علي من كنت من كنت مولاه هذا علي مولاه من كنت مولاه هذا علي مولاه اللهم والي اللهم والي من والى هلا 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 اللهم عاد من عادى بايعته في الغدير علي علي أميري بايعته في الغدير علي علي أميري انت فادي الهادي انت الغوث الاكبر يبغض البار النكر فضلك يا حدار يبغض البار النكر فضلك يا حدار يا اسد من غيرك بكل حومة يسار مو مثل ذاك اللي ذبح خبرتك التار مو مثل ذاك اللي ذبح خبرتك والله فالمرتضى مجري علي علي فالمرتضى فالمرتضى مجري علي علي أميري من كنت من كنت مولاه هذا علي مولاه من كنت مولاه هذا علي مولاه اللهم اللهم والي من والاه اللهم عاد من عادى بايعته في الغدير اسمع اسمع علي علي أميري بايعته في الغدير علي علي أميري بايعته في الغدير علي علي أميري صلوات بأمرتك نزل جبرائيل يا حدا تأييدك أمير المؤمنين أنت ومحمد بيد شاليدك مو حتى الملائك فوق عيدت بالسما بعيدك ويا حدر تهتف بالبيعة يا حدر تهتف بالبيعة يا حدر تهتف بالبيعة يا حدر علي هو الشفاعة وباب رحمة علي هو الشفاعة وباب رحمة علي خير الله كله ودرب نعمة بعرش الله علي مكتوب اسمه بعرش الله علي علي مكتوب اسمه وهنياله من يمشي بداربه هنياله من يمشي بداربه هنياله من يمشي بداربه هنياله رافع رافع ايده رافع ايده ابو الحسنيين ابو الزهراء تشهد للبشر والشمس والصحراء صاحب صوت تريدا منكم الاصغاء مو انا الخالق مو انا الخالق مختار مو انا الخالق مختار مو انا الخالق مختار مو انا الخالق ردت هوسة ردت هوسة تليق بحيدر الكرار خرس كل الكلام قبال حامل جار والله قلت هو اللي ينجي الشيعة من النار وبالمحشر حيدر خطار بالمحشر حيدر خطار بالمحشر حيدر خطار يا الله اللهم تقبل منا هذا القليل بأحسن قبولك يا الله اللهم وفقنا لخدمة محمد وآل محمد اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين بحق محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أبي الزهراء محمد وعلى آله الميامين الكرام
السادة الحضور الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضراتكم، شكرا لمقدمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. في مثل هذه الأيام المباركة ضرب آخر مسمار في نعش الجاهلية الأولى ببركات يوم الغدير الأغر، حتى جاءت الآية المباركة بعيد ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نكرر ترحابنا بحضراتكم الإخوة الكرام الإعلاميين، ونود أن نعلن في هذه اللحظات عن فعاليات الغدير، فعاليات أسبوع الغدير الثقافي الخدمي الذي تقيمه وتؤسس له العتبة العلوية المقدسة، إيمانا منها بدور هذه المناسبة في إرساء مفاهيم الحب والسلام والتعايش والود وما إلى ذلك من سبل العيش الرغيد باعتبار ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر، عيد أهل البيت عليهم السلام كما ذكرته الروايات المباركة، ولهذا العيد يعني وقع كبير جدا كما تعلمون في نفوس العالم الإسلامي أجمع. استعدت العتبة العلوية المقدسة لهذه الفعالية يعني منذ أكثر من 4 أشهر، كان هناك استعداد من خلال تشكيل مجموعة من اللجان التحضيرية الأولية استعدادا لهذه الفعاليات في سبيل إظهار فعاليات الغدير هذا العام بشكل مختلف بشكل مميز. نود أن نقترب أكثر مما للغدير علينا من حق، وكما تعلمون أن حق الغدير على الجميع كبير. تم تأسيس لمجموعة كبيرة من الفعاليات، منها ما هو خدمي ومنها ما هو فكري وأمور أخرى مرتبطة بمظاهر البهجة والسرور، باعتبار أن الإشهار والإظهار هو من أهم مميزات البهجة في مثل هذه المناسبات المباركة الكريمة، خاصة وأنه عيد ذكرت الروايات أنه مشهور في الأرض أكثر منه في السماء، وسعد به أهل السماء قبل أهل الأرض. القضايا الخدمية، الفعاليات الخدمية طبعا بعد قليل جناب الدكتور راح يتحدث عنها. الجوانب الخدمية مرتبطة بتهيئة سبل الراحة للزائرين الكرام، كما تعلمون أن هذه الزيارة زيارة مليونية كبيرة نحن مقبلون عليها، وتهيئة المرافق الخدمية عامة للزائرين، وكذلك سنة الإطعام. كما تعلمون أن عيد الغدير الأغر تصاحبه الكثير من الروايات المرتبطة بالتأكيد على استحباب الإطعام، فهنالك عشرات الآلاف من وجبات الإطعام التي يقدمها مضيف العتبة العلوية المقدسة في هذه الأيام. أيضا هنالك جوانب أخرى خدمية، منها ننتقل إلى الجوانب الفكرية، هناك أمور مرتبطة بافتتاح معارض، هناك أمور مرتبطة بإقامة فعاليات مسرحية عامة نسوية، أمور مرتبطة بالطفل والتثقيف للغدير ابتداء من البذرة الأولى للطفولة، أمور مرتبطة بمطبوعات لن أطيل الحديث ولن أفصل فيها الكثير لأن جناب الدكتور سيوغل الحديث فيها ويفصل بإذن الله تعالى. طبعا هناك ما تحدثنا عنها أو أشرنا إليه في بادئ الأمر من مظاهر البهجة والسرور، منها ما هو في الجو ومنها ما هو على الأرض، هنالك طائرات ستنشر الزينة، هنالك مظليون سينشرون راية البيعة الغديرية، هنالك فعاليات أخرى مرتبطة بأمور أخرى بنشر الزينة. لاحظتم أثناء دخولكم إلى هذه القاعة هنالك مظاهر زينة في الصحن الشريف، منها انتقل الإخوة الكرام إلى عموم محافظة النجف الأشرف ومنها إلى بقية المحافظات باعتبار التأسيس لمجموعة من الاحتفاليات برعاية العتبة المقدسة وبتأكيد
كبير جدا ومتابعة مباشرة من أمينها الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة السيد عيسى الخرسان، تابع هذه التفاصيل بنفسه داخل النجف الأشرف في المحافظات والأمور المرتبطة بداخل العتبة العلوية المقدسة. وهنالك أمور أخرى أيضا مرتبطة بالبيعة الإلكترونية من عموم أنحاء العالم، أيضا ستكون عبر ويب سايت خاص، هنالك افتتاح لموقع خاص بفعاليات الغدير أيضا. تفاصيل كثيرة لن أتحدث عنها بشكل كامل، ولكن الفئات المستهدفة من هذه الفعاليات كانت هي مرتبطة بإخواننا في الدين من جهة، وبنظرائنا في الخلق من جهة أخرى، رجال، نساء، طفل، شتى الأعمار، شتى المستويات الثقافية. وأيضا للإعلاميين الكرام هنالك قاعة إن شاء الله مهيئة ومجهزة بالإنترنت وبأجهزة الحاسوب، وبجانبها في صحن السيدة فاطمة عليه السلام قاعة آمنة بنت وهب، وبجانبها في الفضاء الطلق هنالك يعني استيج بإمكانكم أيضا أن تقدموا برامجكم ورسائلكم من خلاله. أيضا يعني في الفضاء الطلق وأمام القبة الشريفة بإمكانكم أن تقدموا هذه البرامج المباركة. كلفتنا الأمانة العامة ممثلة بأمينها السيد عيسى الخرسان بأن أنقل لكم جزيل الشكر على تلبية الدعوة، وأيضا ندعوكم دائما إلى فعاليات الغدير على امتداد هذه الأيام المباركة. أكرر ترحابي بحضراتكم، وأترك المنصة الآن للسيد عضو مجلس الإدارة الدكتور سليم الجصاني ليحدثكم أكثر عن الفعاليات وتفاصيلها بشكل دقيق. شكرا جزيلا لكم، تفضل دكتور. السلام عليكم، صباحكم الله بالخير. طبعا أستاذ مرتضى فصل وسأوجز، شكرا جزيلا وطيب الله أنفاسكم. بسم الله الرحمن الرحيم، يطيب الحديث بذكر الله عز وجل الذي تطمئن القلوب بذكره، وبالصلاة على نبينا الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبالسلام على الصحب المنتجبين الأبرار، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى الناس جميعا ممن يروم السلام والمحبة والخير بين أبناء البشرية. أكرر الآية، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الأخوة الإعلاميون الأفاضل، الأخوات الفضليات، المشاهدون الكرام، أصحاب المقامات الرفيعة والألقاب الكريمة، مع حفظ مقاماتكم وألقابكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة وجميع منتسبيها، نقدم أجمل مباركة بعيد الغدير الأغر الذي نجتمع بمناسبة ذكراه الطيبة، ذكراه العطرة على قلوبنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا كلها أعيادا مباركة بالأعمال الصالحة وبنصرة من نعيش لأجل تقديم النصر له، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. أجلاء القدر والمنزلة، نحمد الله سبحانه الذي أكرمنا على لسان الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم بتنصيب أمير المؤمنين عليه السلام وليا، هذا الشخص العظيم الذي صار الأب والمعلم لهذه الأمة، هذا الشخص المحب لله عز وجل وللإنسان، والناهل من أخلاق النبوة حتى صار يفتخر به كل من ينتمي إليه، صار يفتخر به كل من ينتمي إليه في المبادئ والقيم، صاحب
القيم والأخلاق الذي ولد في الكعبة وتربى على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب الفضل في الجهاد والعلم، وهو من تميز بتشكيل الأسرة الأنموذج لاقتداء البشرية في تكوين مجتمع معافى من السلبيات، وهو ما نعيش همومه في هذا العصر وفي كل عصر. وله غير ما ذكر، والذي أعطي الزهراء الكوثر سلام الله عليها ذات المنزل الرفيعة والشأن المميز، الأفاضل الأكارم. قبل تبيان فعاليات الغدير التي سأوجزها، أود الإشارة إلى أن الإمام علي عليه السلام هو وجه العراق، وهو الشخصية الأبرز في تاريخه الموغل في القدم بحضاراته المتعددة، وهو سلام الله عليه قد أحسن إلى العراق وأناسه وانطلق منهم في نشر ثقافة المحبة والتسامح والتعددية في الرأي، فضلا عن الاعتماد عليه وعن العراق وعلى من سكن هذه الأرض المباركة أرض النهرين في التأسيس للعلوم ونشرها. لذا فإن من الجميل أن يعزز هذا الرمز. والأخوة الأعزاء من الإعلاميين وجميع العراقيين مسؤولون عن هذه المسألة، أن يعزز هذا الرمز وأن تضمن مضامينه جميع رمزيات السيادة كالعلم العراقي والعملة العراقية والنشيد الوطني وغير ما ذكر، وكذلك تدرس سيرته، فضلا عن انطباق هذا الأمر على دول المنطقة والعالمين الإسلامي والعالمي، لأن شخصية الإمام علي عليه السلام هي شخصية عالمية، لما كان لهذه الشخصية العظيمة من تأثير كبير بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأفاضل الأكارم، بخدمتكم في تقديم برنامج مهرجان الغدير الأغر الذي وسم بأسبوع، وفي الحقيقة هو أكثر من أسبوع لكثرة الفعاليات التي تتواجد فيه، والفعاليات تقسم على قسمين، بعضها خدمي والآخر ثقافي. وبغية الإيجاز فيما يتعلق بالخدمي فتحت مساحات واسعة وكثيرة وأروقة ذات استيعاب كبير للزائرين الكرام الذين يتوافدون بهذه المناسبة العزيزة على قلوبهم من أجل تجديد البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام وللإمام المهدي سلام الله عليه وللإسلام. تتوافد هذه الأعداد بشكل مليوني، مما دعا الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة وبتوجيه من أمينها العام سماحة السيد عيسى الخرسان المحترم إلى وضع برنامج مكثف يتوزع على مناح متعددة فيما يتعلق بالجوانب الخدمية. هناك ضيافة، هذه الضيافة بمئات آلاف الوجبات في كل وقت من الأوقات، 25,000 وجبة، ندعو الزائرين الكرام إلى التبرك بها وإلى الطلب من الله عز وجل أن يمن علينا بالخير والتوفيق والسلامة في كل وقت من الأوقات، 25,000 وجبة لعدة أيام. وكذلك هناك أماكن غير هذه الأماكن التي أشير إليها، أماكن متحركة توزع عشرات في الوقت نفسه عشرات الآلاف من الوجبات، زيادة في حركة الآليات التي تنقل الزائرين من أماكن بعيدة أو أماكن القطع إلى أماكن قريبة من الزيارة بغية تسهيل انسيابية الزيارة. كذلك أشرنا إلى فتح مساحات واسعة من أجل استيعاب الزائرين وفتح أروقة ذات سعة استيعابية كبيرة من أجل استيعاب أعداد الزائرين الكرام. البرنامج، فضلا عما أشير بإيجاز إلى الجانب الخدمي، هناك برنامج مؤازر هو برنامج ثقافي. هذا البرنامج الثقافي يبدأ من اليوم 14 من ذي الحجة، وأيضا هو 14 من الشهر السابع، ويمتد إلى اليوم 22. في كل يوم من هذه الأيام مجموعة من الفعاليات
يبدأ برفع الراية التي تشرفنا بها قبيل قليل بحضور عدد كبير من الزائرين الكرام، من الأفاضل، من الأكارم. وفي اليوم الذي يليه يوم غد مشيئتي تعالى، يعني بعد هذا المؤتمر يوم غد، سيكون هناك انطلاق لمؤتمر مهم جدا، مؤتمر الإمام علي عليه السلام والإنسان. هذا المؤتمر عمل على شق من وصية الإمام علي عليه السلام: أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، فعمل على الجزء الثاني من الوصية: نظير لك في الخلق، أن يبحث عن المشتركات. وقد استدعى عقول من داخل العراق وخارجه، وهو مؤتمر يتمتع برصانة علمية كبيرة ومميزة لما ضم من شخصيات علمية مميزة في الجامعات العراقية، ولما احتكمت البحوث التي وردت إليه والمشاركات العلمية على وفق السمات والضوابط الجامعية للجامعات الرصينة. هذا المؤتمر يمتد ليومين بمشيئتي تعالى، سيكون الافتتاح يوم غد في الساعة 9:30. هناك معرض أيضا في يوم غد مشيئتي تعالى، معرض النفائس في جامع عمران بن شاهين الساعة 5 عصرا بمشيئتي تعالى. مكان المؤتمر إن شاء الله ستوزع عليكم فعاليات دليل فعاليات المهرجان، وهو يضم المؤتمر وإشارات إلى أماكن الفعاليات. المؤتمر ستكون إن شاء الله فعاليته الافتتاحية في المكتبة، مكتبة العتبة العلوية في صحن فاطمة الزهراء عليه السلام في الساعة 9:30. بعد ذلك الجلسة الافتتاحية ستكون هناك جلسات بحثية بعد الظهر في الساعة 4، وتمتد هذه الجلسات البحثية. الباحثون، المؤتمرون، المشاركون من داخل النجف وخارجه، ومن داخل العراق ومن خارج العراق أيضا. في اليوم الذي يليه أيضا ستتم فعاليات المؤتمر، الجلسات البحثية لعرض البحوث والمشاركات العلمية. أيضا في اليوم 15 بالتسلسل، في يوم الجمعة ستكون هناك جولة دينية للمؤتمرين في النجف الأشرف. في اليوم الذي يليه في يوم السبت 16 تبدأ أيضا جلسات البحثية لمؤتمر الإمام علي عليه السلام الذي أشرنا إليه في الساعة 9 صباحا. هناك أيضا جلسات مسائية. هناك افتتاح لمسابقات غديرية تفاعلية مع الزائرين الكرام في رواق أبي طالب الساعة 2 ظهرا. كذلك افتتاح معرض للأطفال الساعة 4 ظهرا. افتتاح متحف الغدير الساعة 6 عصرا في المدينة القديمة قرب فندق النجف الدولي. ونحن نعلم طبعا المتاحف وحتى الحدائق تحولت إلى وسائل تعليمية. هذا المتحف هو متحف مؤثر جدا ويحمل معاني عالية ويهدف إلى رسالة معينة. ندعو يعني المدارس، ندعو رياض الأطفال، ندعو الجميع إلى مشاهدته، إلى الاطلاع عليه. في اليوم الذي يليه، اليوم 17، سيكون هناك ملتقى نسوي لإعلام العتبات المقدسة في قاعة مالك الأشتر الساعة 10 صباحا. هبوط مظلي، أيضا فعالية هبوط مظلي حامل راية البيعة في ساحة الميدان الساعة 5 عصرا. كذلك هناك كميات كبيرة من الورود أهداها محبو أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه الورود إن شاء الله ستزين بها بعض مداخل المدينة، وكذلك ستنثر من على الطائرات على الزائرين بمشيئتي تعالى. وهناك أيضا ورد سيوزع في مداخل المدينة للزائرين الكرام، وكذلك في مطار النجف الأشرف وفي أماكن متعددة، للإشارة إلى رمزية المحبة والسلام والتسامح. أيضا هناك مسرحية تفاعلية في ساحة الميدان الساعة 6 عصرا، استضافة المنشدين للاحتفال بالمناسبة في الصحن الشريف بمشيئتي تعالى ليلة الغدير. هناك استضافة المنشدين من داخل العراق وخارجه للإعراب عن هذه الفرحة، ولمشاركة المنشدين للزائرين في هذه الفرحة العظيمة والكبيرة. في اليوم الذي يليه 18، قراءة الزيارة الصباحية المنصة المركزية الساعة 8
مجلس غديري في الساعة 9 فعاليات توزيع ما يشير إلى رمزية هذه المناسبة، إلى هذه الفرحة، قبعات، بعض الملابس، التزيينات، باقات ورود، علب حلويات، وجبات إطعام، وتستمر هذه يعني ليس فقط في الصحن العلوي الشريف وإنما في المدينة أيضا وفي خارج المدينة، في خارج المحافظة. محفل قرآني الساعة 8:30 مساء في الصحن الحيدر الشريف، توزيع الهدايا أيضا في المستشفيات على المولودين بهذه المناسبة الطيبة. في اليوم الذي يليه، اليوم 19، محفل نسوي الساعة 10 صباحا، الإعلان عن انطلاق الجائزة الكبرى للغدير، وهذه جائزة للمبدعين في تخصصات مختلفة لتشجيع المبدعين. الاحتفال المركزي أيضا سيكون في الساعة 6 عصرا في الصحن الحيدري الشريف، هذا يوم الثلاثاء بمشيئته تعالى. يوم الأربعاء يوم 20، معرض اللوحات الفنية والخطوط، ويتضمن ندوة الخطوط والمنقوشات الساعة 5 عصرا، مسيرة للأطفال. يعني نلحظ أن المهرجان يراعي الشرائح المتعددة للمجتمع. مسيرة الأطفال الساعة 6 عصرا، المحفل النسوي القرآني الساعة 9 صباحا في صحن السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام. في يوم الخميس 21، المسابقة الوطنية القرآنية الساعة 9 صباحا في قاعة مالك الأشتر، وهذه شخصيات فيها من محافظات العراقية، هناك مسابقة للرجال ومسابقة أيضا للنساء، وتمتد ليومين، يوم الخميس ويوم الجمعة. مسابقة الغدير النسوية الوطنية الثالثة لحفظ القرآن في قاعة التعليم المستمر الساعة 9 صباحا، وطبعا تمتد. ندوة الشيخ البهائي الموسومة هندسة الروضة الحيدرية في الساعة 5 عصرا. في اليوم الأخير من المهرجان، اليوم 22، يوم الجمعة، المسابقة الوطنية القرآنية إتمامها الساعة 9 صباحا تبدأ في قاعة مالك الأشتر، ومسابقة الغدير النسوية الوطنية الثالثة لحفظ القرآن الكريم في قاعة التعليم المستمر أيضا تبدأ الساعة 9 صباحا. هناك لقاء مهم جدا، لقاء الأمناء، أمناء العتبات في داخل العراقي وخارجه. هذا اللقاء هو بحد ذاته يبعث برسالة طيبة إلى الزائرين الكرام، إلى محبي أهل البيت عليهم السلام، إن الذين يخدمونكم في مركب واحد يلتقون لتطوير هذه الخدمة. وهناك بعض المحاور التي ستناقش في هذا اللقاء الذي يضم أمناء العتبات في داخل العراق وخارجه، يعني أقصد العتبة الحسينية، العباسية، الكاظمية، هذه الأعتاب المقدسة العسكريين، العتبة الرضوية، عتبة السيدة المعصومة، العتبة الزينبية. إن شاء الله سيكون لقاء مثمر بالطيب والخير والمحبة. طبعا في هذا المهرجان هناك توجيه من الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة برعاية الاحتفالات أو جمع من الاحتفالات في أغلب المحافظات العراقية. بعض المحافظات في أكثر من موقع، مثلا محافظة صلاح الدين في أكثر من موقع، محافظة المثنى في أكثر من موقع، كذلك هناك احتفال في الموصل، في البصرة، في ذي قار، في ميسان، أغلب المحافظات العراقية، وبالعاصمة الحبيبة بغداد كذلك. وهناك رعاية للعتبة العلوية المقدسة لاحتفالات في خارج العراق في مجموعة من الدول العربية والإسلامية، فضلا عن تقديم راية واحدة إلى العتبات المقدسة التي ستحتفل بهذه الرمزية وأوشحة لتشير إلى وحدة الكلمة في محبة أمير المؤمنين عليه السلام واتباعه، والامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة الغدير، فيما يتعلق بالغدير. الإعلاميون الأعلام، الوجوه الوجيهة، الأحبة، أجلاء القدر والمنزلة، لا أود الإطالة وما وددتها، ولكنها الرغبة
في شرح بعض فعاليات مهرجان الغدير الأغر وتقديم الشكر والعرفان والتقدير لكم لحضوركم الطيب، وكذلك شكر موصول لكل من يسعى إلى هذا الحفل البهيج وللساعين إلى إنجاحه بمشاركاتهم ووجودهم الطيب. لذا كما بدأت بذكر الله عز وجل الذي تطمئن القلوب بذكره، أختم بذكره سبحانه وبالصلاة على محمد وآل محمد. وشكرا لكم وطيب الله أنفاسكم، ندعو لكم بالخير والتوفيق والسلامة، وأن يجعل الله عز وجل أيامكم كلها أعياد مباركة بالتوفيق والسداد. شكرا جزيلا.